طيب نقول بقى على مقادير فطاير الكوسة. معانا كوسة كبيرة حجم اللي هو يعني حجم كبير، هيبقى حبتين من الكوسة ويكونوا مبشورين ومعصورين كويس عشان بينزلوا مية كتير جدا. معانا كوبايتين كرات ومتقطعين صغير جدا، بقدونس طازة حوالي نص كوباية، معانا كمان معلقة كبيرة من الشبت، ومعانا شوفان مطحون ناعم جدا حوالي نص كوباية او اكتر حسب الاحتياج عشان يلم معانا، ومعانا بيضة، ملح وفلفل. معانا بقى حاجة للتغميس جنبها لذيذة قوي، هو عبارة عن هيبقى كريمة حامضة ساور كريم، او للي مش لاقي ممكن يجيب مكانه لبنة، وشبت حوالي معلقة معلقتين شوية صغيرين يعني، وملح وفلفل، ومعلقة صغيرة من بودرة الثوم بس كده. لان احنا طول رمضان اكيد يعني اكلنا طول الوقت بقى نفس الاكلات اللي هو المحاشي والسمبوسك وانواع الرز وانواع اللحوم والكلام ده كله، فاحنا عايزين ندخل بقى شويه خضار اكتر. للاسف للاسف احنا يعني نفتقر الحب للخضار بالذات الاطفال، ودي مشكله كبيره جدا. الامعاء محتاجه جدا الجسم يخش له خضار عشان الالياف اللي فيه، ده اللي بيمشي معانا الجهاز الهضمي عموما بشكل سليم قوي. فاحنا لو ما بناخدش الخضار والالياف الصح، الامعاء لحد كبير بتبقى مش بتشتغل بكفاءه، بيبقى فيه امساك طول الوقت، بيبقى فيه مشاكل تانية كتير، لان اساس الداء في الجسم هو بيجي من الحته دي، الامعاء والمنطقه دي، حسب الدنيا شغاله كويس ماشية ولا واقفة ومش شغالة كويس فبتعمل مشاكل. هحط دلوقتي كل الحاجات مع بعض، البيضة، الكوسة، الكرات، وكل ده هيتفرم، هسيب شوية للزينة، ومعانا الشبت والبقدونس، واخر حاجة انا هضيفها هو دقيق الشوفان. دقيق الشوفان نكون طحنينه كويس قوي علشان يمسك معانا. ممكن نزود برضو دلوقتي الاول الملح والفلفل بالمره. الملح يكون دايما زي ما اتفقنا يبقى باليود، لان مفيش اقراص يود بتتباع في مصر، فالافضل ان احنا ناخده في حاجه صوره سهله ان احنا نشتري اليود في الملح، ودي سهل ان احنا نلاقيها مش صعبة. طيب نضرب بقى. الفكره دي شبه قوي لفكره الطعميه اللي بناكلها بس مختلفه كمكونات. ويفضل ان احنا ما نزودش عليها بطاطس، يعني ممكن جدا ناس تقول طب ما انا ممكن ازود بقى عليها بطاطس، لو عاملينها للعشر نصايح للدايت يبقى بلاش تحطوا فيها بطاطس عشان احنا هنقليها في زيت، مش زيت كتير بس هيبقى فيه زيت، فالافضل ما نحطش معاها بطاطس. احنا يكفي معانا خلاص الشوفان، هاخد ده بقى وازود عليه الشوفان حسب الاحتياج. الضربة دي كويسة، مش لازم نخليه مية، يعني يا دوبك يبقى ايه مضروب خشن. نسيب شويه على جنب ونشوف عشان نظبط بالدقيق. معانا لوجي، طب ايمان، يا ايمان. الو، ازيك يا ايمان؟ عامله ايه؟ انت
سامعيني؟ انا بحب حضرتك جدا يا حبيبتي. عندك كام سنه؟ عندي 15. اهلا بيك. تتفرجي على سفره؟ وبعمل كل الوصفات اللي حضرتك بتعمليها. بجد؟ ايه بقى قولي لي، عملتي ايه بقى قبل كده؟ الو. ايوه سامعاكي، قولي لي عملتي ايه بقى من الوصفات؟ عملت حاجات كتير قوي. عملت ال زي ايه قولي لي؟ طب مش عارفه التليفون معانا ولا لا. طيب تمام، هحط شويه زيت كده مش كتير قوي. خلاص احنا بنظبط بقى زي ما بقول دقيق الشوفان على عشان تمسك معانا، لان دي كلها خضار، بس مش هنزود قوي برضو في دقيق الشوفان عشان ما تنشيش تمسكش معانا قوي، فهي بتفضل لسه مازالت طريه شويه، وبنجرب واحده في الطاسه ونشوف مسكت معانا حلو ولا هنحتاج دقيق شوفان تاني. بس ببتدي اعملها زي الاقراص كده، بتبقى ظريفه قوي كده، واروح وما تبقاش سميكه قوي عشان تستوي حلو وتبقى مقرمشه، لو سميكه قوي بتبقى هتبقى من جوه معجنه مش حلوه. ونحط بالشكل ده، شايفين اهو كده. طيب نبتدي نعمل احنا بقى هنا الصوص معاها اللي احنا هناخده هناكله معاها، اللي قلنا عباره عن كريمه حامضه او لبنه حسب اللي موجوده عندكم. اهو بنزل اللبنه او الكريمه الحامضه، ملح وفلفل، بودره ثوم. عايزه بودره الثوم لما بتقعد كده شويه بتروح قفشه، بتندي كده، بتندي بتخش لها رطوبه فبتبتدي تعمل كلكعه. بعد كده هنحط الشبت، وانا معايا كان شويه كرات لسه هحطهم هنا برضو، ليه لا. ونحط الملح والفلفل، ده يتقدم معايا ظريف جدا. نقدمه في بوله جنبه يبقى حلو قوي. بس كده، دي كده وجبه متكامله، فيها الخضار، فيها النشويات، فيها البيض اللي هو البروتين، ومعانا الكالسيوم اهو، والمعادن الحلوه جدا اللي موجوده في منتج الالبان ده. ده يعتبر من منتجات الالبان اللي فيها الكالسيوم. طيب نبتدي بقى نطلع دول علشان نغرف ونعمل تاني بعدها، هنتأكد اهو، ندوق، ممكن ندوق واحدة ونشوف الطعم عامل ازاي. بس طبعا ايه، في رمضان بقى صعب الواحد يدوق. وده ينفع على فكرة جدا كمان على السحور، مش لازم بس على الفطار. بصوا لسه ايه بياخد وقت، فعلي شوية. معانا سهام. مساء الخير يا سالي. مساء النور، اهلا وسهلا. الو. ايوه اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ كل سنه وانت طيبه يا سالي. وحضرتك طيبه يا رب. كل سنه وانت طيبه يا سالي. وحضرتك طيبه يا رب. عايزه والنبي يا سالي عجينه العشر دقايق. تقصدي بقى السبع دقايق؟ انا بعمل عجينه السبع دقايق. ولا السبع دقايق، سبع دقايق. حاضر حاضر. في عندك اي سؤال تاني؟ ان شاء الله باذن الله قريب جدا هعمل حلقه كامله تانية عن المعجنات، هقدم فيها عجينه السبع دقايق ان شاء الله، اللي هي عجينه حلو حادق الفوريه، عجينه البرنامج ان شاء الله هنعمل منها اشكال لذيذه جدا. تابعوني بس، تابعونا وان شاء الله هقدم. بس لو نقدر ننزل برضو المقادير على الشاشة يا ولاء، يبقى هي عجينة حلو حادق او عجينة السبع دقايق الفورية، بس افضل ان حضرتك تشوفيها برضو لما اعملها في الحلقة.